عندما تخيم الحرب ارفع الستار عن اهدافك هكذا تقول المرويات التاريخيه عن الحروب اذ لا توجد حرب على ظهر المعموره بلا اهداف جوهر الحروب رغم بشاعتها تكمن في مخرجاتها ومن بين مخرجات الحروب الحديثه استعاده الدوله التي تسقط بفعل الاغتصاب المسلح للحكم او العمائم الملونه لامراء الطوائف عندما شهدت العاصمة صنعاء انفجارات مدوية في ليالي مارس، بثت شاشات التلفزة أخبارًا عن إطلاق عاصفة الحزم بقيادة ما عرف بالتحالف العربي الذي جاءت عملياته وفق أهداف معلومة، أهمها استعادة الشرعية التي تعرضت للانقلاب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. التدخل جاء بناء على طلب من الرئيس هادي لاستعاده شرعيته المنبثقه من ثوره شعبيه وتسويات سياسيه برعايه اقليميه ودوليه تم الاستفتاء الشعبي عليها بانتخابات رئاسيه توافقيه وحوار توافقي كاد ان يؤسس لتحول ديمقراطي امن قبل ان يتم اختطاف الدستور والانقلاب على العمليه السياسيه في نهايه المطاف تبدو الشرعية اليمنيه اليوم في وضع لا يحسد عليه، فبعض القوى التي عملت تحت لافتتها تحول دون حضور الدولة في المناطق المحررة، وخصوصا في العاصمة المؤقتة عدن، وبعض الذين تم اصدار قرارات جمهورية بتعيينهم في مناصب الدولة بات البعض منهم يتلقى توجيهاته من خارجها. يرجح مراقبون انه ما كان لتلك القوى ان تمنع طائرة الرئيس من الهبوط لولا الضوء الاخضر الذي تتلقاه من بعض دول التحالف. التي وضعت ارضيه هشه تحت اقدام الشرعيه خصوصا في العاصمه المؤقته عدن. سياسه الارضيه الهشه كما يراها مراقبون تشكل المعضله الابرز امام تثبيت حضور الدوله وانتظام المؤسسات الامنيه والعسكريه في اطار المؤسسات الرسميه تحاشيا لاي صراع في ظل الحديث عن مآلات الحشود التي يتم اعدادها ليوم الزينه في عدن. قصه التحالف العربي في اليمن لا تخلو من غصه محبوسه. فالشرعية اليمنية التي وجهت نداء للعرب ولرعاة المبادرة الخليجية ان انقذوا المنطقة من انياب قاسم سليماني وخامنئي واذرع الحرس الثوري بالتباطؤ مع رجل الخيانات العابرة المقلوع صالح وجدت نفسها بعد اكثر من عامين في الدوامة ذاتها وان اختلفت المسميات والعناوين.